نرحب بحضراتكم من جديد، ولسه فقراتنا مستمره معاكم لغايه الساعه 10 صباحا. خلاص 8 ايام بتفصلنا عن واحده من اهم الفعاليات الثقافيه اللي بينتظرها عشاق القراءه من السنه للسنه، طبعا معرض القاهره الدولي للكتاب، واللي بينطلق السنه دي وسط اجراءات احترازيه وبصحبه العديد من الفعاليات. خلينا نعرف ايه الجديد السنه دي من دكتور احمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئه المصريه العامه للكتاب. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم جميعا، اهلا وسهلا بيكم. اهلا بحضرتك. في البدايه لو تطلعنا وتطلع الساده المشاهدين عن جديد معرض القاهره الدولي للكتاب السنه دي يا فندم. الحقيقه احنا بنستقبل سنه جديده، نتمنى ان ربنا يزيل فيها هذا الوباء باكبر حدث ثقافي في مصر والمنطقه العربيه كلها. معرض القاهره الدولي للكتاب مش بس يعني الحدث الاضخم، لكن هو الحدث الابرز اللي بينتظره الناشرين وجمهور ومحبي القراءه على مستوى مصر وعلى مستوى المنطقه ايضا. المعرض هذا العام بياتي برعايه كريمه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وهذا ليس بجديد على رعايه الثقافه ورعايه كل انتاج الانتاج المعرفي المصري والعربي. ايضا انطلق امس المؤتمر الصحفي لمعرض القاهره الدولي للكتاب ليعلن عن اشياء جديده ولافته. ابرزها نحن نقيم المعرض بعد مضي 6 أشهر فقط من الدوره الماضيه. الدوره الماضيه كانت في شهر يوليو الماضي، وهذه الدوره هي التي حفزت صناع النشر على مستوى العالم ان ينظروا مره اخرى الى المعارض بعين مختلفه. كانت المعارض متوقفة بالفعل على مستوى العالم، لكن عندما أقامت مصر معرضها في شهر يوليو الماضي انتظمت حركة المعارض الدولية مرة أخرى، واتخذت هذه الدول إجراءاتها الاحترازية لتحتذي التجربة المصرية. عاد المعرض إلى موعده الطبيعي ليقام في شهر يناير من كل عام وينتهي في شهر فبراير. المعرض هذا العام يأتي بجديد وهو البرنامج المهني. البرنامج المهني هو البرنامج الذي يقدمه معرض القاهرة الدولي للكتاب لصناع النشر والمعرفة. هذا البرنامج لديه العديد من المحاور، من هذه المحاور مؤتمر دولي للترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى، واللقاء مع صناع النشر الأجانب الذين ينشرون هذه الكتب، وأيضا مترجمي الأدب والإبداع العربي إلى اللغات الأخرى من دول مختلفة. ايضا هناك مؤتمر افتراضي يتم ضمن البرنامج المهني عن مستقبل النشر بعد كورونا، كذلك ايضا مجموعه من الورشات التي تقام للناشرين من كبار المتخصصين الذين يساعدون الناشر المبتدئ والذي هو في بدايه الطريق على ان يستطيع ان يكون ناشرا مهنيا متميزا. هناك الكثير من المبادرات ايضا داخل البرنامج المهني مثل مبادره طبيعيه الكتاب. في المبادره بيتعرف الناشر على صناع الكتب. بالطبع مش كل الناشرين عارفين مين اللي بيراجع كويس ومين اللي بيصمم كتاب كويس ومين اللي بيعمل لاي اوت كويس، كل ده هيتم داخل البرنامج المهني وده جديد للمعرض السنه دي. دكتور احمد، واحنا بنتكلم على النسخه الجديده من معرض القاهره الدولي للكتاب، وزي ما حضرتك ذكرت ان هو بيجي بعد 6 شهور، نظرا لان النسخه اللي فاتت هي كانت نسخه استثنائيه بعد تاجيلها بسبب جائحه كورونا، وهي بينعقد الان في ميعاده الطبيعي. عاوزين نعرف على يعني اهم الاجراءات الاحترازيه اللي بيتم اتباعها، وازاي هيتم حجز التذاكر، هل من خلال موقع خاص لمنع التكدس على شباك التذاكر، ولا هيتم التحول الرقمي للمعرض ازاي بشكل عام؟ هو بالفعل المعرض تحول رقميا في تجربته في الدوره السابقه. تمام؟ تستمر هذه التجربه، احنا دخلنا في عالم الرقمنه وفي تواكب مع اتجاه الدوله لرقمنه المحتوى الثقافي، المعرض مواكب ليها. اولا حجز التذاكر وشرائها هيكون من خلال المنصه الالكترونيه للمعرض. الامر الاخر هيكون في طبعا تطبيق للاجراءات الاحترازيه بالتنسيق مع وزاره الصحه. تلقي اللقاح طبعا شرط من شروط دخول المعرض، وده امر دلوقتي اصبح مفعلا في كل الجهات الحكوميه والرسميه، وده ضمانا لصحه الجمهور المعرض في البدايه، وده اللي يهمنا.
وهيكون في طبعا مراكز لتلقي الجرعات الثانيه والثالثه داخل المعرض. وده دعم هيكون ان شاء الله موجه من خلال وزاره الصحه. نعم دكتور احمد بهي الدين نائب رئيس الهيئه المصريه العامه للكتاب، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.